السلام عليكم بنات، السلام عليكم ميمات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير الحمد لله يا ربي. المهم البنات، انا فرحانه بزاف بزاف. قولوا لي علاش اختي فرحانه؟ فرحينا معاك اختي، حتى حنا باغيين نفرحوا. المهم البنات، غادي نخرج واحد المتتبعه كنعرفها، بحال المرتبه ديال الام ديالي، هذه مده باش كتهضر معايا وكتقول ما عندها لا قالت لا والو، والله ما عندها، بس ما عندها لا قالت حتى شي حاجه. قالت لي بغيت نشوفك، عزيزه عليا، كنتبعك وغنمشي ان شاء الله باش نتلاقى معاها، وغادي ان شاء الله نتقدم مع شي قضيه ان شاء الله خاصاني، وغادي ان شاء الله تكونوا معايا في هذا الفيديو كامل. فاول حاجه بغيت نقول لكم، ملي توصل هذه اللقطه ديروا لايك، اللايك كتنساوه ليا، اللايك ما تخسروا حتى شي حاجه، كنقول لكم فضلا وليس امرا، اللايك راه ما تخسروا به حتى شي حاجه. غادي ديروا داك اللايك وغتكملوا الفيديو. عرفتي كندخل لبنات الاحصائيات كنلقى بان بزاف ديال البنات اللي ما ابونيش، ما كيكملوش الفيديو حتى الاخر، ما عرفتش انا علاش، والله ما عرفتش علاش. المهم ان شاء الله راكم عارفين الخطر، نرجع ان شاء الله للدار ونشارك معكم التقضيه اللي غنتقداها، ونعاود لكم على هذه المره ان شاء الله خصني نتعرف عليها عن قرب، لان اول مره نتلقى معاها هكا فاصل فاصل على الوجه لوجه، كنتواصل في الواتساب. هانتوما معايا ان شاء الله في هذا الفيديو. معكم البنات، هذا الفيديو هذا نهار الجمعه في العشيه. المهم البنات، مشيت تلاقيت مع السيده، المهم انسانه ظريفه وكل شيء، هي مسكينه كانت باغا حاجه وحده، بغات توريني مسكينه التليفون ديالها انها كتبعني وانها كتفرج فيا وانها كدير ليا اللايك. كنقول لكم شكرا بزاف بزاف، راه السيده راه منكم حتى نتوما، لانكم كلكم كتبغيوني وكلكم باغي ليا الخير. كنبقى بعد ما شال كنبقى راسي وكنبقى نبكي، كنقول شوف متتبعات ما كيعرفوني ما والو، كيبغيوني بهذا الحب كامل. صافي البنات، هذا ما كان منشو. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم التقضيه اللي تقضيت. الصراحه البنات راه كاينه العافيه، تسنيت نهار الجمعه، عاداش قلت في عقلي نتقضى نهار الجمعه، كتكون الخضره شويه رخيصه باش نتقضى وانا مرتاحه. المهم البنات، ان شاء الله غنشارك معكم التقضيه ديالي. سمحوا لي البنات، راه الصوت ديالي كاين وكل شيء ولكن حيدته، لان كاين شي المهم كاين الصداع وكاين الهضره بزاف، فقلت من الافضل ندير هكا فيديو بالصوت، نسجل لكم صوتي ونرتاح البنات. هذا ما كان، فكنتمنى ربي ان شاء الله يعفو عليا يا ربي في اسرع وقت، هادشي كنتمنى من عند الله سبحانه وتعالى. المهم البنات، قلت لكم هاد التقضيه هادي تقضيتها من السوق، من المارشي ديال سيدي مومن، كاين اللي غادي يعرفوه كاين اللي ما غايعرفوش. اللي غات المهم البنات، راه هادشي هذا راه زعما غنمشينا غير للبلايص اللي هما رخاص، والتقضيه مثلا الخضره اللي هي رخيصه، ومع هذاك الشيء والخضره البنات غاليه، الشياط الشياط ديال بصح. انا ماشي غير عليا كنقول، باز الناس مساكن الدراوش اللي بحالي، لان البنات كاين اللي ما عنده، كاين اللي عنده مسكين خلصه محدوده مثلا 1000 درهم ولا 2000 درهم ولا حتى 3000 درهم، راه ما دير ليه والو، وكاين اللي ما عنده حتى شي حاجه كاع، مسكين كيعيش نهار بنهار، والله يحسن ليهم العوان، صعيب الحال. انا البنات مجربه هذا الشيء وانا كنعيش فيه لحد الان، فانا كنحس بخوتي اللي ما عندهمش. المهم بس مشيت قلت الثلاجه كانت صافي خوات، قلت في عقلي اجي نمشي نتقدى بحال داك الشيء اللي خصني. صراحه حاجه واحده اللي خديتها البنات رخيصه في هذا الشيء كامل، هي الليمون هذا كيلو البنات بدرهم، خديتها البنات 3 كيلو ب3 دراهم. هذه اول حاجه انتما بغيت نشارك معكم، وقبل هذا الفيديو هذا، ونتمنى انكم ديروا لايكات ولي كومونتير. واحد المتتبعه قالت لي سبحان الله كيطيحوا المشاهده غير الناس مساكين اللي ما عندهمش اصلا المشاهده، فقلت لها هذا ما كان اختي، ما يمكنش انك تطلعي تبكي عليهم تقولي ما عرفكم رضي المشاهده، اللي بغى يتبعك واللي بغى يعاونك راه عارفك ما عندكش اولا، وفهمين كاش البنات كل ساعه نبقى نقول لكم عافاكم البنات تبعوني عافاكم البنات، فراه اللي ما عندوش اصلا مشاهده وكتقول كل اللي عنده المشاهده مطلعين ليه زايدين ليه المشاهده. الله ييسر لكل واحد، انا البنات والله ما نحسد شي واحد، اللي بغى يعاوني فاكيد غيطلع لي المشاهده، ففي هذا الوقت المحتوى اللي هو نقي راه ما عمرو يطلع، قليل فين يطلع. البنات خديت كيلو تاع خيزو بجوج دراهم، كيلو تاع خيزو بجوج دراهم، المهم خيزو ماشي داك خيزو الزوين، غير خيزو على قد الحال. البنات خديت كيلو تاع مطيشه ب5 دراهم، هانتوما كما كتشوفوا كنحاول انني نقول لكم شحال، كيلو تاع مطيشه ب5 دراهم وصافي. هذا ما كان، بغيت نقول لكم باش عرفتي واحد الحاجه زوينه، علاش كتحيدي نظره البنات؟ راه معذبيني بزاف بزاف، راه نظره البنات تقال عليا محنيني، راه دينا البنات الصوره ديالتي خايبه وشحال من حاجه، فانا ماشي المهم راه هما كيشوهوا الصوره بعض المرات، كاين النظر اللي كيشوهوا لك الصوره ديال وجهك يكونوا كبار اولا شي حاجه. صافي المهم، هذا ما كان كما قلت لكم، باش كيلو تاع مطيشه ب5 دراهم، فوق ما جبت شي حاجه غادي نقول لكم شحال الثمن ديالها. هنا البنات اللي نشوف شنو غنجبد عاوتاني. المهم هذا غير الحمص الاسراء، خديت على الحمص جوج دراهم ديال الحمص، هنشوف عاوتاني شنو كاين البنات. هنا البنات خديت القرعه، القرعه ب5 دراهم، نص كيلو ب5 دراهم، ما بغاش في الاولى عبريا 5 دراهم، قال لي ما كايناش 5 دراهم، قال لي راه واعره هذه. الشيبه البنات خديت جوج ب30 الوحده، هي 3 دراهم، ما بغاش قلت لي راه رخيص، قلت لي انا كناخذها كبيره كناخذها بدرهم، قال لي واختي هذه راه البلديه، قال لي واش باغا تقارني البلديه مع ديك اللي كتاخذي انت هي كبيره روميه.
هانتوما بغيتي القرعه كيفاش دايره. ها هانتوما خديت هنا كيما قلت لكم نص كيلو بخمسة دراهم ديال القرعه، وخدي المهم البنات هاد الخضره ديالها غتدي ليا مده، فهمتوا هادشي علاش ما غتدي ليا مده. وان شاء الله حتى لاخر الفيديو غادي نقول لكم شحال هادشي كامل الثمن ديالو، لانني بديت كنحسب انا ملي خديت اللفت، خديت اللفت كيلو بثلاثة دراهم، هادي غير العيانه مثلا كاع، واخا راه نعمه ربي حتى حاجه ما عيانه، هادي غير رخيصه رخيصه البنات دايره ثلاثة دراهم. عرفتي راه ما كاين البنات غير 140 160 180. انا بعدا تصدمت ولا تصدمت هانتوما البنات، خديت اللفت ان شاء الله باش ندير الكسكسو هكا ولا شي حاجه. وعاودتاني واحد الحاجه اخرى نشوف شنو هي، كنحاول البنات كل باش نبقى نشوف شنو كاين باش نقدر نقول لكم. لهي البنات راه كيما قلت لكم خديت بطاطا، خديت 3 كيلو ديال البطاطا، وبطاطا دايره ما عقلتش شحال كان قال لي واش 5 دراهم 5 دراهم. خديت 3 كيلو 3 كيلو 3 كيلو. هنا البنات خديت الجلبانه وخديت الفول، الجلبانه دايره 160 وحتى الفول داير 160. خديت كيلو كيلو، ولو في الوقت اللي نقص كنقول لي مثلا نقص كيقول لي لا، كيقول لي داك هو الثمن ديالو، بغيتي هزيه ما بغيتيش حطيه. هنا البنات هاد الليمون هذا الصراحه جابتو لي غير ديك المراه مسكينه اللي جات لعندي، هي اللي جابتو لي حيت جابتو في يديها ملي كنا خارجين نضربو دويره وداك الشيء، جابت هاد الليمون هذا معاها قالت لي راه شريتو في الطريق. المهم هذا ما كان البنات صراحه كنبغي نجيكم صريحه، الصراحه راه زويونه في هاد الحيط باش الواحد يعيش مرتاح ويعيش بخير. هذه البنات هي الجلبانه، هذيك اللوبيا وهذه الجلبانه، كنحاول البنات نشارك معكم كل شيء باش المهم انتم كما كتشوفوا. ما عقلتش ما عرفتش باقا شي حاجه ولا لا، كنحاول نشوف شنو باقي. هذا شنو هو هذا الدجاج البنات، قلت لكم البنات الدجاج داير 360 ريال الكيلو. دابا غيكون ما عرفتش حيت هذا الفيديو البنات قديم شويه، ماشي قديم دابا شي 3 ايام باش نصور هذا الفيديو، فيقدر البنات يقدر يكون تزاد يقدر يكون نقص الله اعلم. المهم انا هاد في هاد المده هادي دايره 360 ريال، ومشيت عند واحد اخر قلت ليه شحال الدجاج، قال لي 350 ريال، قلت ليه نقص ليا. فهنا البنات كيبان انه كل واحد كيزيد على شنو قال ليه راسو، كل واحد كيزيد على حساب راسو هو شنو بغا وشنو دار. فبعد المسار البنات كنلاحظ بان الزياده كتزاد الثمن عند صحاب المحلات بوحدهم، كل واحد كياخذ كيبيع الثمن، ما كنلقاش البنات مثلا الثمن واحد في كل شيء. بحال واحد قلت لكم قال لي 360، واحد قال لي 350، واحد ثاني عاوتاني قال لي 340. هنا بدات نقص الدرهم، درهم ناقصه. هادشي البنات خديت 3 ديال خديت 4 ديال الدجاجات، واخا غالي عرفتي البنات الصراحه غتقول لي دون مشيتي حتى النهار اللي كتكون فيه الخضره غاليه وكلشي غالي، ولكن البنات الصراحه راه كانت الثلاجه كتصفر كلشي كيصفر، ضروري خاصك تاخدي ما حد عندك الموجود. هادشي بغيت نقول لكم. هنا البنات المهم خديت النعناع نقيتو، هانتوما كيما شفتوا النعناع راه حتى هو خديت البنات خديت 3 ديال الربطات 4 خديت 4 ديال الربطات ديال النعناع، وخديت 2 ربطات ديال الربيع، وخديت البنات اللحم ما شاركتوش معكم، دايره البنات كيلو كدايره 1200، ما شاركتش معكم اللحم حتى اللحم خديته الحمد لله يا ربي والشكر لله. خديت البنات اللحم هانتوما كما كتشوفوا، بغيت نشارك معكم حيت صافي حتى ساليت الفيديو، ماشي ساليت زعما صافي ساليت معكم الخضره ونسيت ما وريتكمش، وريتكم غير الدجاج ما وريته وما وريتكمش اللحم، فدابا بغيت نوريكم حتى اللحم ان شاء الله. المهم هذا ما كان البنات هانتوما البنات بغيت نشارك معكم الخضره كامله باش تشوفوا كل شيء. هانتوما هانتوما كما كتشوفوا البنات هادشي راه تقام بديك 4000 ريال ولا كتر كتر من 4000 البنات كتر، قولوا شي 6000 ريال تقريبا في كل شيء تقريبا، انا غير اللي قربت لان كل شيء غالي غاليين بزاف. هي ما غاديش نقول لكم البنات مثلا درت الاقتصاد ولا شي حاجه، لان كل شيء غالي ما بقاش لك فين يخليوك دير الاقتصاد لشي حاجه ولا انك تنقصي شي حاجه، ولا غالي كل شيء غالي. كتقولي نقص كيقول لك يلاه معايا نقولوا احنا مثلا المارشي مني انا كنتقدى يقول لي حتى انا اختي راه ماشي غنحكت وزدت راسي ولا شي حاجه، يقول لي راه اختي زادوا هما علينا وحتى حنا زدنا عليكم، نهار ينقصوا علينا حنا راه نقصوا عليكم نتوما. فكنقول من حقك اخويا الله ييسر لكل واحد، وكل واحد حتى هو راه كيضرب ثمن على راسو، وكل واحد راه كيسترزق الله من داكشي اللي كيدير، فحتى هما راه مساكن راه ماشي لخاطرهم، هادشي راه جاي البنات من الفوق. فهادشي اللي بغيت نقول لكم البنات كما شفتو هانتوما، دابا ان شاء الله غنوض نغسل الدجاج وغادي نقي وغادي نقسم بحال هكا، غادي نقسمو ان شاء الله. انا راكم عارفين البنات دجاجه وحده وكتدي ليا مثلا كتدي ليا 4 السيمانات حتى لشهر، بعد تقدر تعاود تدي ليا 4 شهور، انا غير الدجاجه كتدي ليا بعض المرات شهر، ودابا هادو 4 دجاج غادي يديو ليا 4 شهور.
ناري البنات راه كنضحك معاكم. ايوا البنات ضروري الواحد شويه الاقتصاد وشويه الواحد ما يكونش ثاني التبذير، راه ما كيبغيش الله التبذير. هانتوما البنات كيما شتوها، هانتوما راه الربيع تا هو قرب، نشوف ان شاء الله غادي نقرضوا وغنشارك معاكم ان شاء الله في الفيديو الجاي البنات كيفاش غادي نقسم، كيفاش غادي نرتب داك الشيء ونحتفظ به بالمجمد، بحال مثلا الجلبانه، بحال الفول، بحال سميتو، بحال الربيع، بحال شحال من حاجه ان شاء الله، بحال مطيشه. نقدر البنات نشارك معكم مركز ديال الطماطم، واحد المركز زوين البنات اللي تقدري مثلا تستغني على مطيشه، ما تبقايش تاخذي هذه من الحانوت في رمضان ان شاء الله. ها انتم البنات هنا كيما شفتوا درت التقسيم ديال اللحوم، المهم ديال الدجاج، بعدا اللحم البنات هو قسمتو على تقريبا شي 5 ديال الميكات، درتها كل، المهم حاولت اني ندير نساوي بيناتهم. هنا البنات هو الدجاج تا هو كيما شفتوا قسمته، درت تقسيمات صغيرين، هذه فقط اللي درت فيها بزاف هي الفخاد ديال الدجاج، باش هكا ان شاء الله بقى ندير لكم شي نهار واحد الوصفه البنات عزيزه عليا، دابا ان شاء الله نشاركها معكم. نهار اللي نكون باغا نديرها فاكيد اكيد ضروري غادي نشاركها معكم. فما تنساونيش من لايكات البنات ولي كومونتير وتبارطاجيو القناه ان شاء الله. والفيديو الجاي ان شاء الله قلت لكم باش غنشارك معكم مركز الطماطم، وغنشارك معكم بزاف ديال الحوايج، كيفاش غنحتفظ بجلبانه في الثلاجه، كيفاش المهم غندير واحد الطريقه زوينه ان شاء الله. فنتمنى هذا الفيديو يطلع بزاف بزاف، الا طلع البس فاكيد غنعرف انكم بغيتوا تعرفوا وانكم عجبكم الفيديو. فان شاء الله الفيديو الجاي ملي غادي نقرا التعاليق ديالكم في هذا الفيديو، غادي نحاول ان شاء الله اختي نوض ونحيد عليا العكز اللي ولا فيه هاد الايامات، ما عرفت مالي يا اختي، عطيه البنات ضربني واحد العكز هاد الايامات على التصوير، بحال شي واحد رابط لي يدي انني ما نصورش، شي واحد دير لي شي حاجه، بحال عرفتي البنات وليت معكهزه، كنعل الشيطان، نقرا شويه القران، كنصلي نقول لا اعوذ بالله مش طراشي، باش هادشي كيوقع لي راه ماشي طبيعي، هادشي كيوقع لي صافي، وكنعاود نوض نصور البنات هكا شي حاجه ولا المهم البنات ان شاء الله صافي غادي نفرق اللحم في الثلاجه بحال هكذا. نتمنى ان الثلاجه تقدني في سميتو في اللحم. هنا البنات رديت واحد الطويجين هكا، درت فيه غير شويه ديال البيض ومطيشه ان شاء الله هو اللي غنتعشاو بها، قال لك الزر ومعشتي باللفت. لا الصراحه البنات كندوي معكم بصح، ما بقى الوقت لا بالطياب لا حتى شي حاجه. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي، ما تنساونيش من لايك. بالسلامه عليكم.